السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. كيف العادة نصليو على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم ما شاء الله الفيديو ديال اليوم عبارة عن بيتزا سائلة اللي كتوجد في دقائق وسهلة في التحضير، يعني مقادير جد بسيطة. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو في هذه البيتزا هذه ملعقة يعني متوسطة ديال الحليب بودرة اللي هو نيدو، غادي نحتاجو ملعقة متوسطة ديال النشا، وغادي نحتاجو مايزينا بطبيعة الحال، غادي نحتاجو بيضة واحدة، راس ديال المعلقة ديال ملحة، وغادي نحتاجو راس صغير ديال المعلقة ديال خميرة كيماوية، غادي نحتاجو زيت الزيتون، وغادي نحتاجو الدقيق الابيض ديال الحلويات، وغادي نحتاجو ماء دافئ للعجن حسب الخليط. بسم الله على بركة الله. غادي نديرو البيضة ديالنا، غنديرو عليها الحليب والمايزينا، مايزينا اختيارية الى درتو الخميرة بلا ما ديرو المايزينا، انا هنا حيت زربانة يعني درت حل العشاء بيتها تخمر ليا دغيا. راس معلقة كيف ما كيبان ليكم، وغادي نديرو الزيت، زيت الزيتون، غنديرو شوية ديال الملحة، نخلطو هاد المكونات هادو، غادي نديرو الماء، البيتزا هادي ما كديش ليا بزاف ديال الوقت، من غير هادشي كتهشيشة وطبة، نزيد الماء، نزيد الدقيق، خلاها مول ما تزيد الماء زيد الدقيق، ونوريك إن شاء الله القوام ديال هاد البيتزا هادي كي كيجي. غادي نزيد الماء كيف ما كتشوفوا، راه دات ليا الكاس ديال الدقيق، كاس عنبه، ومع ذلك راه غادي تنطفخ والحجم ديالها راه غادي يتضاعف. صافي، ممكن ديروا الزعتر، انا غنديرو في الحشوه ما درتوش في العجين. صافي، كيجي بهذا القوام هذا تقريبا بحال القوام ديال الكيك، نتمنى يبان لكم. غنخلي جانبا واحد شويه جوج دقائق على ما نحضروا الحشوه مع بعضياتنا ان شاء الله. صافي البنات، الحشوه ديالنا ها هي وجدات. قليت هنا شرملت شويه ديال البصله في الزيت العود مع شويه ديال البزار، وهنا عندي الفلفله خضراء وصفراء وحمراء، ممكن ديروا اي يعني فلفله متوفره عندكم. عندي فرماج حمر محكوك، عندي هنا ملعقه كبيره شويه ديال مطيشه ديال الحك، عندي هنا طون هو باش غادي ندير ان شاء الله سميتو، في عوض ما ندير الكفته غندير الطون، ممكن ديروا صدر ديال الدجاج، ممكن ديروا الكفته، عندي الزيتون الكحل يعني شويه منه، عندي الزعتر، وعندي كيتشوب. بسم الله على بركة الله. غادي ندوزو ان شاء الله باش من بعد ما الخليط ديالي راه ارتاح تماما، ارتاح واحد جوج دقائق غادي ندوزو ان شاء الله باش نعمرو البيتزا ديالنا. هنا المقلة ديالي راه تتلصق حكم انها قديمة شوية،
شويه، غادي ندير عليها الورق ديال الزبده، ورق طهي، وما غاديش ندهن يعني باش ما تلصقش ليا. الا عندكم يعني المقله من نوعيه جيده ديروها بلا ما ديروا هاد الورقه هادي. نخوي الخليط، نحاول ما يمكن نوزعو الاطراف. ماما صافي بالطريقه هذه. نحاول نزيد نوزعو باش ما تجيش ليا بيتزا غويضه عاوتاني، وما نحسش بديك القرمشه اللي كتكون في البيتزا. صافي انا هنا خديت مرطيشه، غنزيد عليها الكيتشوب، باش غادي نحاول ندهن الوجه ديال البيتزا ديالي بهذه الطريقة. بما أن البيتزا سائلة صافي، دهنت يعني الوجه ديال البيتزا بالكيتشوب وسميتو ومطيشة. غندير شوية ديال الفرماج حمر تحت كيما راكم، ممكن ديرو الموتزاريلا، وغندير البصلة، كيما قلت لكم يعني الحشوة كتبقى اختيارية، داكشي اللي تضفي عندك. لكن ضروري خاص هذا الشيء يتقلى، حيت البيتزا ما كتبغيش هاد السائله هذه، ما تبغيش يعني الوقت بزاف والطياب دغيا كطيب. الا ما قليتوش هذا الشيء راه البيتزا كتحرق والحشوه ما كتكونش طيبه. صافي غادي ندير يعني الطون، نحيد ليها الزيت، شوية ديال الزعتر، ندير الزيتون، ممكن ديروا الزيتون اللي متوفر عندكم، ولكن صراحة الزيتون الكحل كيجي في البيتزا باين ماشي بحال. صافي غادي نسد عليها، غندير عليها غير غلاقه ونديرها فوق النار تكون مهيله حتى تطيب لي على خاطرها، ونتلاقاو ان شاء الله طبق ديال التقديم ونوريكم القوام ديالها وكي كتجي من الداخل. صافي البنات البيتزا ديالي راه طابت، غنحاول نحيدها من الجناب كيف ما قلت لكم راه المقله كتلصق. صافي ولكن داك سميتو اللي درت ديك الورقه ساعدتني باش ما تسقطش ليا. كتجي على هذا الشكل هذا، غادي نقطع منها شويه باش تشوفوا كي كتجي
تجي من الداخل. ضروري نحيدي هاد الخلطة. صافي شتو كي كتجي من الداخل وراه تبارك الله راه طايبة وشيشة ورطبة. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوا هاد البيتزا هادي بمقادير يعني اللي كتجي جد بسيطه. والى فيديو قادم ووصفه جديده والسلام عليكم ورحمه الله.